السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا باحوال جيده. اليوم غادي نديرو بريوات مالحين معمرين بالطونه. عندي هنايا جوج بصلات كبار، حيت كيما عارفين البريوات كيبغيو البصله بالزيت. درت هنا القزبر والمعدنوس كيما شفتو، درت الزيت، درت ملعقه كبيره فلفل احمر حلو، هو كيبغي العطريه البريوات هادو. درت معلقه صغيره من السكينجبير، غادي نستعمل الابزار، نصف ملعقه صغيره من الابزار، درت نصف ملعقه صغيره من الخرقوم كركم، صافي. وغادي نديهم ونحطهم فوق النار، وعندي الفيرميسال مرقده في الماء باكيه كيكونوا فيها، ما عرفتش شحال فيها ديال العبار، تنشوف ونقول لكم. مهم علبه ديال الفيرميسال، هذيك الصغيره، الحجم الصغير ماشي الكبيره. هانتوما من بعد ما حطيتهم فوق النار حتى ضابط لي البصله مزيان، نتوما كما كتشوفوا. غادي ندير معاه لاموطارد، هاد الحشوه هذه كيجي معاها لاموطارد بواحد الشكل، ما نقولش لكم، واحد المذاق كيعطيهم. غادي نبقى حتى تذوب لي البصله، وعاده غادي نضيف الزيتون مقطع دوائر، ونضيف الفيرميسال. من بعد ما غادي نقطعها بالمقص، ما غاديش نقطعها بزاف، غادي نبغيها انا تبقى شويه طويله باينه. انتم كيما تشوفوا ضفت الزيتون مقطع، غادي نضيف الفيرميسال ديالي والملح طبعا، وما تنساوش الملح، ما نستعملوش بزاف حيت عندنا الطون مالح وعندنا الزيتون مالح واخا غسلتو. مهم الملح استعملوا غير ملعقه صغيره. كما كتشوفوا عندي علبتين ديال الطونه، كنخليهم هما الاخرين باش ما يذوبوش ليا. انا استعملت الفيرميسيل ديالي، قلت لكم رقدت غير في الماء بارد، خليتها حتى طلقات على خاطرها عفوا. المهم كما كتشوفوا دابا غادي نحرك مزيان حتى تشرب ليا هاد الفيرميسيل، تشرب ليا العطريه ديال هذاك سميتو ديال البصله وديال هذاك الشيء اللي درناه، خاصها تشربها صافي. وفي الاخير لحظه غادي نضيف الطون ديالي، كما قلت لكم جوج العلبات ديال الطون غادي نستعملهم في الاخير باش يبقاو ليا، ما كنحملش. الا استعملتهم في الاول غادي يذوب لكم، ما غاديش ملي غادي تعدي البريوه ديالك ما غاديش يبالك فيها الطون. معرك هو كما كتعرفوا هو اصلا راه هاري طيب، كنخلي حتى الاخير وكنحرك غير بشويه باش يبقى محافظ على الشكل ديالو. هانتوما كما كتشوفوا صافي. دابا غادي نمشي غادي نقطع البريوات ديالي، غادي نقطعهم على اربعه، الورقه عفوا الورقه ديال البسطيله غادي نقطع على اربعه، وغادي نخلي نصف دائره هي باش غادي ندير البريوه، ما غاديش نقطعهم صغار حيت انا بغي هادو محشيين خصهم يجيو كبار. هانتوما دابا استعملت هنايا كما كتشوفوا معايا الزيت ديالي، درت فيه البابريكا بحال هكا، كنحركها مزيان، من بعد غادي نصفيها، شفتوا كتاخذ اللون الاحمر، غادي نصفيها كما كتشوفوا. استعملت كما كتشوفوا قطعناها بحال هكا، انا غير تقطع لي الفيديو، كنلوي من هنا، كنخلي واحد جوج صبعان من التحت، شفتوا كي تندير ليها، وكنبدا بحال هكا بشويه، شوف بشويه الحشوه راه ما كتخرج من حتى شي حاجه، غير تحكموا فيها في الاول صافي، ما تخافوش صافي. دابا الدقيق عندي جوج معالق هنايا كبار ديال الدقيق، درت معاهم شويه ديال الماء وخلطتهم هما باش غادي نسودي البريوات ديالي. غادي نبدا معكم واحده اخرى، كما كتشوفوا البريوات راه قطعناهم غير شدينا بحال البريوات استسمح الورقه ديالي، شديناها ب شو كيما قطعتهاش مستطيلات، خليتها بحال هكا بحال قطعتها غير على ربعه صافي، الورقه ديالي قطعتها على ربعه. انا غادي نبدا، شوف كما كنحطش نيشان لتحت، كنخلي واحد جوج صبعان لتحت، كندور بحال هكا، كنتني هذا لهنا، شوف كيعطيني من لتحت كيعطيني الشكل ديال مثلث، شفتو صافي. وكنبدا ندور في البريوات ديالي بحال هكا، وكنجمع بحال هكا وكنجمع. كنتمنى الفكره تكون وصلت لكم،
كنفضل انا بحالكو، كيجيو كبار وكيجيو في العضه وفي المنظر وفي كل شيء، كيجيو في الصراحه زوينين. صافي دابا البنات غادي كنحيدو هاد داكشي اللي زايد باش يتكيد ليا الشكل. صافي وكنسودي بالدقيق ديالي. صافي وكنحطو، غادي نستفهم في الطاوه وغادي ندهنهم طبعا بدك الدقيق وبدك سميتو بالزيت اللي فيه التحميره، فيه البابريكا. صافي كنقادهم مزيان، ما بغيتش تقاد ليا. صافي كنقادهم مزيان، غير واخا ما نديروش ليهم الدقيق حيت ما مقليينش في الزيت، راه ما كيتحلوا ما والو. كيما شفتوا راه استعملت معكم دوك البسطيلات، ما دهنتهم ما والو، راه كشوا ما تحلوا ما حتى شي حاجه. القليان هو اللي كيكون عندنا فيه، القليان هو اللي تيكون عندنا فيه خصنا ضروري نديرو ليه الدقيق ونديرو ليه بسميتو ونسوديوه بالدقيق باش ما تخرجش لينا الحشوه. انا غادي نعاود معكم مره اخرى بحال هكا. كنحط الكميه، راه ما كنحطهاش لتحت، كنخلي كنسد بحال هكا، كنسد كنقاد من التحت، كنقاد على شكل من التحت كتبان ليا راه مقاده. شوف شفتو كنقاد الحشوه ديالي بحال هكا. صافي كنقاد من هنا كتبان ليا راه بحال هكا. صافي وكنبدا كندور في البريوه ديالي. هانتوما شفتو بحال هكا بحال هكا. صافي وكنضغط هذاك الشيء عندي وكنبدا كندور بحال هكا. شفتو راه ساهله بحال هكا. صافي بحال هكا سهله مالا. صافي كندير الدقيق. صافي نخشيها تما. صافي وكندهن بهداك الزيت ديالي، كندهن مزيان داك الزيت اللي فيه البابريكا. نتوما كنعاود معكم، انا ما قطعتش الفيديو، كندهنها مزيان. انا من الاحسن كنفضل هاد الزيت اللي فيه البابريكا على نستعمل الزبده، كتجي في الصراحه شويه الزبده ثقيله. صافي وغادي نبدا. المهم انا راه ما قطعتش الفيديو، خليت بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يدوروا البريوات ديالهم. انا درت الفيديو بالعرض البطيء، ما بغيتش نقطع. صافي كنحيدو دوك الا لقيناهم بزاف كنحيدوهم، لقيناه صافي كنسوديو بالدقيق ديالنا وكنقادو. نخشيو دي، لا من الاحسن نخشيوها لداخل. صافي ما كتحل لينا ما والو. من بعد ما كملنا ندهنوهم وغادي نستفوهم في اللاطه ديالنا وغادي ندخلهم الفران يطيبوا من الفوق ومن التحت. الفران يطيبوا من الفوق ومن التحت على درجه، انتما كتشوفوهم في الفران من الفوق ومن التحت، هو الشكل النهائي ديالهم. من بعد ما كيوجدوا راهم قرمشين، كتسمعي الطق الطق غير ما التسجيل ما كيتسمعش. المهم انا خليتهم عاديين، يمكن لك تزوقيهم بسميتو بفرماج. نتوما شوفوا عتير ملي كتبدا يتقطعي كتسمعي هذيك القرمشه كيجيو من الداخل لذاد، كتجي فيهم ديك البنه ديال الطون، رائعين. كنتمنىكم تجربوهم بالصحه والراحه.